نشوف بقى المديرين الفنيين اللي بيتحكموا في الكتائب دي. يعني انا قلت انه فرنسا في بدايه البطوله عندها فرقتين ينفع انها تشارك بيهم في تبقى عقليه ديدييه ديشان. صحيح هو وصل معاهم للقب كاس عالم، لكن لغايه دلوقتي ما قدموش في البطوله دي المردود اللي يقول ان فرنسا تليق بانها تكون مرشح اول. ونفس الحكايه بالنسبه للبرتغال اللي برضه منتخب يعتبر حامل لقب، يعتبر مدجج بالنجوم، ما قدمش المردود اللي يقول انه جاي يدافع عن اللقب. نشوف المقارنه ونقرا معاك ارقام الاثنين مديرين فنيين مع منتخباتهم. طبعا اثنين من ابرز المديرين الفنيين دلوقتي باعتبارهم، يعني احدهم بطل العالم واحدهم بطل اليورو، ديدي ديشو هو المدير الفني منتخب فرنسا، خاض معاهم 115 مباراه في مقابل 86 مباراة خاضها فرناندو سانتوس. 76 فوز لديدي ديشان مقابل 54 فوز لسانتوس مع منتخب البرتغال. 21 تعادل حققهم ديشان مع فرنسا في مقابل 18 تعادل لسانتوس مع البرتغال. واتهزم ديشان 18 مباراة في مقابل 14 هزيمة لسانتوس. أحرز ديدي ديشان مع أو منتخب فرنسا بقى أحرز 227 هدف مع ديشان في مقابل 180 هدف أحرزهم المنتخب البرتغالي مع فرناندو سانتوس. واستقبلت شباك المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشان 93 هدف في مقابل 70 هدف استقبلتهم شباك المنتخب البرتغالي. الحقيقة الاثنين مدرستهم قريبه من بعض. احنا كنا اتكلمنا في الحلقه التقديميه لليورو وقلنا ان ديدي ديشان مش من انصار الكره اللعب المفتوح والمثلثات والتيكي تاكا، هو عارف ان عنده سرعات وقوه بدنيه ومهارات، لكن هو بيوظف هذه المهارات في شكل تكتيكي معين، ان هو عنده التزام وانضباط لاقصى مدى ممكن، ثم الاعتماد على السرعات طبعا المتمثله في مبابي، المتمثله في جريزمان، المتمثله في كريم بنزيما بعد عودته طبعا، زائد خط الوسط الرائع جدا بقياده كانتي وبوجبا وتوليسيو او رابيو على حسب اللي بيلعب. في المقابل المدرسه قريبه جدا كمان، وان كان الالتزام الدفاعي والشكل الدفاعي لمنتخب البرتغال اقوى كمان مع فرناندو سانتوس، لانه مثلا البطوله اللي فاتت في يورو 2016 صعد على المجموعه بثلاث تعادلات، ما حققش اي فوز وصعد من ضمن افضل تواليب بفارق هدف واحد، ومع ذلك كمل مشواره باقل عدد اهداف ممكن لحد ما كسب طبعا خطف فرنسا بواحد. وده بعد مهم من ابعاد مباراه النهارده، طار طبعا طار بين الاثنين مدربين غير طار المنتخبين. أيوة. لان سانتوس في باريس خطف اليورو من بين انياب ديشان، وكان ديشان في هذه بعد هذه البطوله على اعتاب يعني الاقاله، وتلقى نقد لازع للغايه. انا فاكر انا يعني عناوين الصحافه الفرنسيه اللي المفروض ان هي لايت كده، يعني ده الصحافه الفرنسيه فرنسا بقى كان في هجوم فوق ما تتخيل. ومع ذلك طبعا الاتحاد الفرنسي تمسك بيه وبالفعل هو اثبت انه جدير وفاز بالمونديال بعد